في يوم من الأيام في كورس من الكورسز الكتيرة اللي خدتها في الإعلام في مجال التسويق، كان موضوع الكورس عن السوشيال ميديا والفيسبوك. دخل الدكتور وقال سؤال مهم جدا: هل الفيسبوك بفلوس ولا خدمة مجانية؟ هسيبك ثانيتين تفكر. وبدأ يمر على كل واحد في الكورس عشان يعرف إجابته. كل الإجابات كانت هبد، وأنا أكتر إجابة كانت مضحكة. قلت له: خدمة الفيسبوك بفلوس طبعا، مش مجانية. قال: إزاي؟ قلت له: عشان أفتح الفيسبوك عندي لسه عامل باقه نت ب50 جنيه، يبقى بفلوس. بعد الإجابة دي ساد الصمت، وتعبيرات وش الدكتور اتقلبت، وقال لي: ما اسمعش صوتك تاني لآخر الكورس. حياة النبي محمد، دي اللي يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. اما تضحك حتى يجي لي يا اما تضحك يا اخي. حياة دينك ينفع الحوارات اللي انت بتعملها كلها دي؟ لا ما ينفعش. بس هو صح، الفيسبوك خدمة مجانية ولا بفلوس؟ وكالة بلومبرج الامريكية قالت ان صافي ثروة مارك تجاوزت 100 مليار دولار. تخيل، 100 مليار دولار ارباح جمعها مارك من ناس زي وزيك وناس كتير جيبها مفيش فيه 10 دولار. وفي 2015 الفيسبوك عمل سياسة جديدة، وحضرتك زيك زيي وافقت عليها. ملخصها ان بياناتك بتسوي فلوس كتير جدا. لما بتدخل على الفيس، الفيس بيتبع كل حاجة انت بتعملها، بتعجب بأي بنت، قصدي بتعجب بأي صفحة، بتحب تقرأ لمين، وبتشارك ايه على حسابك، وبتبحث عن ايه، وبيجمع كل البيانات دي عن الشخص وبيحللها، وبيعمل ملف خاص بكل مستخدم. تخيل صديق السنجل البائس اللي فاكر نفسك محدش يعرفك ومحدش بيراقبك في صمت. الفيسبوك دمر لك النظرية دي ومهتم بيك. طبعا البيانات بتاعتك بتتباع للمعلنين مقابل اموال كتيرة، وبالتالي انت بتشوف الاعلان اللي بيناسب اهتماماتك فبتشتري. مش بس كده، ده بيسجل كل اعلان انت بتشاهده وبتتفاعل معاه، وبياخد البيانات دي وبيقدمها تاني للمعلنين كبيانات جديدة. مش بس كده، ولما بتسجل خروج من الفيسبوك بتفترض في نفسك جوه نفسك انك في امان. احب اقولك لا، انت مش في امان، لان الفيسبوك بيتبعك بعد خروجك من التطبيق، بيشوف حضرتك هتشتري ايه اونلاين. كمان الفيسبوك بيكسب فلوس كتيرة جدا من بيع معلوماتك لجهات سياسية زي الحكومات او المؤسسات الدولية، ودول كتير. وفي 2018 مارك كان بيتحاكم، مش عشان انه بيبيع البيانات للمعلنين، لا خالص، عشان باع بزيادة. سرب بيانات من 50 ل 85 مليون مستخدم لشركة كامبريدج أناليتيكا، وساعد ترامب في حملته الانتخابية. والأمر مش بعيد عن اللي حصل في القضية الفلسطينية، لما دعم الفيسبوك صفحة بتدعم الناس إياهم، وتدخل على الصفحة تلاقي ناس من أصحابك معجبين بيها ولا عمرهم شافوا الصفحة من أساس. وانتهاكات كتيرة زي تسريب بيانات 533 مليون مستخدم بعد كده. بس بصراحة، وانت عارفني ان صريح جدا وما بخافش خالص، افضل حاجة في الفيسبوك انه بيكفل حرية التعبير للجميع، واكيد مش همسح الفيديو بتاعي ولا الصفحة. المهم خلي المصالح مشتركة، وزي ما الفيسبوك بياخد بياناتك ويستفاد منها، انت كمان استفاد من الفيسبوك.